مرحبا حلوين، كيفكم؟ اليوم جاتيكم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون عن قصة مسابقة ملكة جمال العرب. طبعا قبل ان بس بالفيديو حابة احكيكم عن الشخصيات. راح يكون هن 6 اشخاص، واللي هن هذول مثل ما انتم هلا بتشوفوهم. راح نعمل مسابقة 3-3، واللي بتفوز من هذول الستة اللي هم راح يفوزوا 2، راح نحطهم مع بعض وراح نشوف مين اللي راح تكون احلى. اوكي، ويلا لحظة، حبيت ان يكونوا 9 لحتى يكونوا 3 منافسين في الاخر، لانه ما رح ينفع ابدا. فرح يكون 9 عددهم، رح يفوزوا من هذول 9 3 اشخاص، ورح نعمل يعني انتخابات بين هذول 3 اشخاص ونشوف مين رح تفوز على ملكة العرب، مين اللي حيصوتوا لها اكتر. طبعا قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكريبشن، مضيع اي فيديو بنزل على القناة، وكمان فعل زر الجرس عشان يشارككم اشعارات اول ما نازل الفيديو. لا تنسوا تحملوا تطبيق قصة اللعب ل 30,000 مشترك، وخلينا نبلش. رح نبلش بواحدة واحدة، واللي هي رديعة الكوافيرة، ونزينها وخلينا نبلش. يجب أن أفوز في هذه المسابقة. أنا أعلم أنني سأفوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في محل صالون التجميل. ماذا تريدين أن أخدمك اليوم؟ هو ملكة مسابقة ملكة جمال العرب. أريد منك أن تجعلني أجمل واحدة منهن جميعهن. أوه، لقد أتيت في المكان الصحيح، والآن أجلسي هنا لأغير لك تسريحات شعرك. حسنا، لكن إن لم تكن جميلة ف لن أعطيك النقود، وسوف أذهب ولن أشارك. لا بأس لا بأس، حسن هيا لنبدأ. سأحاول أن أضعها لك مناسبة. إن هذه جميلة، لكن اللون ليس جميل. لا لا، لأن لون بشرتك لقد غيرت لون بشرتي شعري، لأن لون بشرتك سمراء اللون، فهناك لا أعرف، يجب أن أغير لك. إن هذا اللون جميل جدا، لكن لنرى أولا تسريحة أخرى تناسبك. لنرى هذا، لا، إن التي قبلها أجمل بكثير. لا، هذه وهذه ليست جميلة أيضا. لا، إنك جميلة جدا. شكرا لك. لنرى إن وضعنا لك التسريحة التي كانت أولى. لا لا، إن هذا أجمل. حسنا، أتريدين شيئا آخر؟ لا شكرا، والآن سأذهب. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. أظن أنني سوف أفوز في هذه المسابقة. والآن إلى محل الملابس، هيا. سوف أخذ، لا يوجد هناك شيء جميل. ماذا سأرتدي؟ لنرى ذلك. إنه جميل لكن لا يناسبني. إنه جميل. لا لا، يا ليت لأن بشرتي بيضاء اللون حتى أصبح كل شيء جميلا عليها. سأرى هذا. إنه جميل جدا، لكن لون تسريحة شعري لا تلبق. ماذا سوف أفعل؟ إن شعري لا يلبق عليه شيء. هذا، هذا أظن أنه سوف يلبق. جدا جميل، جميل جدا جدا. حسنا، سوف أعيد هذا لمكانه. أرتدي هذه هكذا، أنا جميلة جدا، سأفوز. متأكدة. طبعا هلا أنا جبت لكم واحدة باختصار يعني، فحبيت هلا أعملهم جاهزا وبعدين راح أورجيكم إياهم وتبدأ المسابقة. أوكي يلا. طبعا هي المسابقة راح تكون مو يعني إنه قصة الصيف، راح تكون هي ملكة جمال اللعبة اللي البنات اللي هن عاملينها، راح نشوف مين ملكة جمال اللي فيها. أوكي، ويلا نكمل. واختصارا الوقت عملت لهم زبطا، جهزت كلهم، وراح تبدا المسابقه من هلا. رجاء من المتسابقين جميعهم الجلوس. حسنا، جميعكم هنا. سوف نبدا ب3 متسابقين، وهم
هؤلاء هيا يمكنكما أن تقفوا. إنه هيا هيا سأفوز. أجل من الله أن أفوز. سوف تبدأ المسابقة الآن. التصويت الأعلى وسوف يكون لي. لقد خسرت. قلت لكم أنني سوف أفوز. ألم أقل لك؟ سوف أذهب أنفذ. انتظري هنا. هناك مسابقة أخرى. ها؟ مسابقة أخرى؟ نعم سوف نتحداكم جميعا كنا الذين فزتنا. ولنرى من سوف يفوز. لا أنا الفائز سوف أذهب. انتظري هنا وإلا سوف نأخذ منك كل الجوائز وسوف نطردك إلى الخارج. حسنا وأنتم لا تحزنوا هناك مسابقات أخرى لكنا سوف نلعب معكن مرة أخرى. حسنا لا تحزنوا. لا بأس. حسنا حسنا والآن هؤلاء الثلاثة والآن هم سوف يبدأوا. هيا فلتتفضلوا. حسنا أمل أن أكون أنا. والآن سوف نبدأ. رجاء لا صوت. التصويت الأعلى لي. لماذا الجميع قالوا لي أنني أنا الأجمل؟ لماذا هكذا؟ إنها ليست مسابقة إنها هبل. سوف نجلس هنا. هيا تعالوا نحن خسرنا. أنا الفائزة سأذهب. قلت لكم لا. حسنا هيا الثلاثة الآخرون. حسنا هيا اجلسوا. سوف تبدأ المنافسة الشديدة. نعم 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 تعالي أقول لك إنها سمراء اللون. كيف فازت؟ إنها بشعة جدا جدا. لا تقول ذلك عني. ولو سمراء اللون أنا الأجمل. سأصطف هنا. هناك منافسة أخرى بينكم. لا أحد هنا. لا أرجو أن يزعل أحد. حسنا والآن سوف نرى من التي سوف تفوز من هؤلاء الثلاثة. سوف ترى. إن لم أفوز سوف ترى. سوف ترى. ولنبدأ. سوف ترى إن لم أفوز سوف ترى. لقد فزت. كنت سوف أريكم الكثير إن لم أفوز. أنا الفائزة. أنا الفائزة يا عالم. أنا الأجمل من العرب. كل هذا لي. كل المجوهرات لي التي هنا لي. حسنا أنا الفائزة هذه لا بأس. والآن هناك مباراة أخرى بين هؤلاء الأربعة. سوف نرى من الأجمل من بينهن. هذه أم هذه أم هذه. ولي تبدأ المعركة. يا يبي. أنا جميلة جدا. شكرا شكرا أيها العرب شكرا. حسنا لقد فازت هذه. طرح الكيد. أنت بشعة جدا. إن نسبة التصويت لك 8. أنت جدا بشعة. أسمح لك أن تقولي ذلك. نريد أن أعيد المباراة. حسنا هيا إله كم هي غبية. حسنا سوف نعيد اللعب. حسنا حسنا لكن بين الفتيات الأخريات وثم أنتن. حسنا هيا أنت وهيا. هي أنا وأنت. وأيضا من سوف يلعب معنا؟ من سوف يلعب لا أعلم. حسنا هيا. حسنا
شكرا لك. لا شكرا على واجب، هيت علي أنت أيضا. سوف ترون إن لم أفز. أمد أن أفز. لا بأس، إنها صغيرة. إنك جميلة جدا أيتها الصغيرة. شكرا لك. أنا ملكة جمال العرب. من الأطفال. تظنين أنك جميلة جدا؟ أنا أجمل منك وأملك الثروة أكثر منك. لا بأس، هناك منافسة أخرى. حسنا أنت. سأذهب، لقد طفح الكيل، لا أريد أن أشارك معكم. إذن بقي هؤلاء الثلاثة وسوف يتم التصويت بينهم وسوف تكون آخر تصويت. والآن نقول بسم الله وسوف نبدأ لنرى. بدأت المنافسة، من الذي سوف يفوز يا ترى؟ لماذا إنها المرة؟ لقد طفح الكيل، ولقد طفح الكيل أيضا. سوف نذهب ونرجع إلى هذا المكان. لقد فازوا 6 مسابقين من هؤلاء وفقط، لكن الأولى التي فازت من بينهم جميعهم وهي، ما اسمك؟ أنا اسمي كاتي. كاتي التي فازت، سقفوا لها. لم أقل لكم أنني أنا الفائزة. حسنا، والآن سوف ننزلك إلى الأسفل لنفعل لك شيئا. لا بأس، المهم لقد فزنا من ملكات جمال العالم. أسد بس هيك. هكذا وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى تكونوا استمتعتوا. إذا حبيتوها لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، وبس باي.